هكذا يقضي عمال الجزائرية للمياه يومياتهم في معالجة عشرات التسربات، والتي تتسبب بضياع أكثر من 3000 متر مكعب من المياه، أحيانا بسبب رداءة شبكات التوزيع، وأحيانا أخرى لعوامل بشرية. الماء تيوات من صالب تيوات من رقاك، هذوك ما هو المستعمى، هذو هم كل يوم يخدموه، ولكن ما يجيش ايام ترجع يطرطق، تخدموه هنا يرجع يطرطق من هي. شو عندهم اللي يخدموه هذا يا وين هذا؟ لا عندهم بالك مده تاع 18 سنين هكذا، يعني يرجع لعده اسباب، من بينها نقدر 50% 50% 50% هي يعني راجع للشبكات في حد ذاتها، لقدمها ولا لتقنيه، يعني كاين اسباب تقنيه. الاسباب الاخرى اسباب عامل البشري، يدخل العامل البشري كثيرا في اسباب التسربات، سواء عن طريق يعني مقاولات التدخل، الربط الغير عشوائي، يعني لي زونجا، يعني ديبلاسمون تاع لي زونجا. إحصاء التسربات وبحث استراتيجية جديدة لحماية الموارد المائية هي ما تحاول الجزائرية للمياه تحقيقه في إطار برنامج نظم هذه السنة. هذا تصب في القضاء على التسربات، هذه الحملة الكبرى اللي يشرف عليها حوالي 14 فرقة من وحدة المدية، مقسمين عبر كل المراكز الموجودة على مستوى الولاية، وكذلك 17 فرقة. في ظل شح الموارد المائية التي تعرفها الجزائر، وجب إعادة التفكير في كيفية استهلاكها، وكذا إعادة بناء شبكة جديدة تضمن وصول الماء إلى حنفية المواطنين.